بدأ صرف مقررات التموين لشهر ديسمبر الجاري، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة. يتم طرح أكثر من 30 صنفاً للسلع الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين، إلى جانب منتجات اللحوم والدواجن بمختلف منافذ المجمعات الاستهلاكية، على أن يتم طرحها بتخفيضات تصل إلى 25%. ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الحالي بنسبة تصل إلى 8.5% لتبلغ نحو 3.5 مليارات مقابل 3.2 مليارات في نفس الفترة من العام الماضي. أشار التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن صادرات شهر أكتوبر الماضي حققت نموا بنسبة 22%، حيث بلغت نحو 396 مليون دولار مقارنة ب 324 مليون دولار في أكتوبر عام 2022. وذكر تقرير المجلس أن أهم القطاعات التي زادت صادرتها أول شهر من العام الحالي هي الكابلات والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط عقب أسبوع للتداول متقلب، حيث تراقب السوق بقلق أحدث جولة من تخفيضات إنتاج أوبك بلس فضلا عن تباطؤ نشاط التصنيع العالمي. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنحو 2.45% إلى 78.88 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.49% إلى 74.07 دولار. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.6% لتصل إلى $2.66 للتر. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.40% لتسجل نحو $2.81 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الإمارات التوصل إلى اتفاقية تجارية مع كولومبيا، وأصفتها بأنها أول اتفاق ثنائي من نوعه بين منطقة الخليج وأمريكا الجنوبية. أكدت الإمارات أن الاتفاقية تدشن حقبة جديدة من التعاون البناء والنمو الاقتصادي المتبادل، كما تؤسس منصة واعدة لبناء الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال بالبلدين.